عقدت لجنة الاستثمارات برئاسة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة اليوم الاثنين اجتماعا خصص لتدارس 21 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تناهز 20 مليار درهم. هذه المشاريع تتوزع بين قطاعات حيوية مختلفة. 10 مليار ديال الدرهم في المجال ديال الاتصالات، 8 مليار ديال الدرهم في المجال ديال الطاقة، و 1.56 مليار ديال الدرهم في مجال ديال الصناعة، وما تبقى تيكون في العقار وفي التجارة. على مستوى المناصب ديال الشغل كاين العكس، هو في الحقيقة القطاع الصناعي هو اللي غيحدث تقريبا 1500 منصب شغل، ومن بعد منه كاين القطاع ديال الاتصالات 500 منصب شغل، وفي المجموع المرتقب تكون عندنا 3000 منصب شغل. ونوه رئيس الحكومة خلال الاجتماع بالثقة التي يضعها المستثمرون في الاقتصاد الوطني، لكنه أكد بالمقابل على ضرورة الرفع من قيمة الاستثمارات الموجهة للمغرب، وذلك عبر تحفيز المستثمرين والتخفيف من المصادر الإدارية وإزالة العراقيل التي تحول دون تنفيذهم لمشاريعهم.